لعبها في ليفا احنا في الدوري. أحبتنا في كل مكان، ورحب فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم الكرة هداف. نسعد في متابعتكم، طلباتكم، نسعد أن نبحث عن الأهداف الجميلة، ذكريات الجميلة في عمر الرياضة الكويتية الخليجية الأسيوية، مشاركاتنا على جميع المستويات، حقب مختلفة، السبعينات، الثمانينات، التسعينات، حتى وصلنا إلى هذه المرحلة. كل حقبة كانت تحمل ذكرى جميلة، وربما تكون أيضا ذكرى مؤلمة، كون نتائج لم ترتقي إلى المستوى المطلوب. الأهداف تدون، والناس مثل ما يقولون نشوف الأقوال، وعلى قولة الإخوان الكثير نري الكرة أقوال، وإحنا نقول دائما الكرة أقوال. دعونا نبدأ المشوار بعد الفاصل. جاسم يلعبوا، جاسم يلعبوا. في 22/9/2003 في بطولة المغفور لها بإذن الله تعالى محمد بن نسل الخرافي لعب الكويت والتضامن، وكانت المستويات في تلك المرحلة المستويات ما هي كثير متباعدة، يعني فرق كانت في مرحلة الألفية. أنا حكي تذكرون سنة 2000 كان حتى المنتخب الوطني لكرة القدم كان فريق مميز، وصل إلى سيدني وحقق نتائج طيبة، وفي كأس أمم آسيا 2000 في لبنان حقق نتائج طيبة. لذلك كانت الكرة الكويتية في تلك المرحلة كرة متميزة، تأثرت فيما بعد تحديدا من 2004 وانت نازل كما نقول في العامية، تأثرت كثيرا. دعونا نشاهد أهداف المباراة. حكم المباراة كان قريب من حدوث الخطأ، تثبت الكرة وراحت اللعب. بشير لاعبة قوية، بشير صلبوخ في الدقيقة 10. أنا قلت لكم الكرات الثابتة فعلا تشكل خطورة. بشير صلبوخ يثبت الكرة ويلعبها في الدقيقة 10 داخل المرمى. شوف طبعا قد يكون الاحتياطي مغطي على حارس المرمى، وشوف ويخدع فعلا، وتخدعه وتلعب في الزاوية البعيدة الشمال، مسجلة الهدف الأول. بيح جار الله طويلة قدام، سريعة اللعب، كرة مع دنس، اللعب قوية بالجول. شوف داخل منطقة 18 كرات مثل هذه، مثل ما قلت لك أنا بالنسبة للاعب دنس في الدقيقة 33 يسجل هدف التعادل. اللاعب دنس المحترف البرازيلي اللاعب دينيس عمره 23 سنة، طوله 100، شوفه 188 وزنه 80، كان يلعب في الهلال السعودي واحترف في هولندا وألمانيا وتشيكوسلوفاكيا، والآن هو محترف في فريق تلعب الكرة فريق نادي لوس في وسط الملعب. بدأ يمرر كرات سليمة وفي اتجاه سليم، سريعة ولا ملعوبة للصبيح ومقطوعة وقوية اللعب. الله، كرة حلوة في الدقيقة 37 يغير اتجاه الدفاع، يلعبها لويس ويغير اتجاه الدفاع ويسجل منها الهدف الثاني في الدقيقة. شوف الصبيح لما رفع الكرة يلعبها الصبيح، يخليها
لويس شوف شوف لويس لما لعبها وترتد من الدفاع ويغير اتجاهها داخل الجول في الدقيقة 37. في 23/9/2003 في بطولة المغفور بإذن الله تعالى محمد مسل الخرافي لعب الجهراء والساحل، والجهراء في تلك المرحلة كان فريق مميز، حتى الجهراء الآن بدأ يعني ياخذ مركز متقدم في هذا الدوري، فريق مميز مع عناصر جديدة، تسلم أيضا رأسة النادي لاعب مميز كان خالد الجرار الحسيني، فأصبحت الجهراء أيضا فريقا صعبا في تلك المرحلة، أيضا كان فريق صعب. دعونا نشاهد الجهراوية ماذا فعل. سلي إلى خارج الملعب ركنية على يسارة اللعب، وليد ناصر يلعب له كرة عالية أرضية، الله جول جول لعبد العزيز فراج بالفعل هو أخطر لاعب في شوط المباراة الأول من جانب فريق الجارة، ويضع الهدف الأول بكرة عرضية عملها شوف وليد ناصر والكرة العرضية وخطورتها ومحاولة، لكن أيضا متابعة من سعود مويد في تغطية عبد العزيز فراج، لكن الكرة تدخل في شباك حسن لسالي في الدقيقة. مامية حلوة بتوصل إلى عبد العزيز فراج بيحاول، ومتابعة من سعود مويد ومحاولة وركلة جزاء في الدقيقة 29 ركلة جزاء يتقدم على الساحل بهدف لا شيء، وهذا الخطأ اللي ارتكب على عبد العزيز فراج بتدخل ايضا عبيد نادي الجارة، وتسديد وهدف جاسم جازع يسجل الهدف الثاني للجارة من ركلة جزاء لإعاقة سعد ضمد لعبد العزيز فراج في داخل الـ18. إذن جاسم جازع يتقدم بالهدف الثاني للجارة ليتقدم. جاسم يلعب تصفيات كأس أمم آسيا 2000 مع المنتخب اليمني، وجمال مبارك رغم أنه هو لاعب مدافع إلا أنه يحمل كثير من الأهداف اللي سجلها في سجله. جمال مبارك عنده أهداف كثيرة، ولاعب أن يأتي من نادي التضامن ويأخذ مكانه بالفريق الأساسي للمنتخب الوطني ثم المنتخب الأولمبي في أولمبياد سيدني، أعتقد من اللاعبين ما يسقطون من الذاكرة. في بعض اللاعبين لما تذكر الجيل وجيل تذكره، نشوف جمال مبارك شنو سوى امام اليمن. تطرق لها اكثر من مره، توصل بدر، وين الكره هذه يا بدر؟ وين الكره هذه؟ ناحيه جمال مبارك ويلعب على طول بالجول، جول! وين الكره هذه؟ وين يعني وين؟ جول! بدر جمال مبارك علينا انت. بدر شوف حطها جمال مبارك وحارس المرمى كبسه، لكن بالجول المحيط يعني نهايه الكره ملعوبه بالجول، عدت جول باسمك احمد موسى وحطها المدافع. حلو، من اللي شقلبها احمد موسى؟ العب جمباز مثل ما تبي. هذه الاعاده شوف احمد المطيري، احمد موسى، واشترك فيها باسل عوض سجل 99 على الكويت في المنتخب الاولمبي، وحط احمد موسى شوف الاشتراك معه، وحطها المدافع بالسقف علقها شوف. جاسم يلعب
حبيتنا في كل مكان. وصلنا معاكم نهاية برنامجنا الكرة أهداف، إن شاء الله استمتعتوا في الأهداف الجميلة اللي شاهدتوها في حلقة اليوم، أيضا في حلقات القادمة إن شاء الله نسعى دائما لتقديم أهداف مميزة في حقب مختلفة من عمر الرياضة الكويتية الخليجية. نسعد دائما برأيكم وجهات نظركم حتى انتقادكم، احنا نتقبل دائما وجهات النظر لأن هذا البرنامج منكم وإليكم. باكر نشوفكم على خير، مع السلامة. Wait!